والله نقول لك الصراحة أن هذا هو أكبر قتال اللي كاين، لأن الفرض علينا أن إحنا ما كنقوموا في كل نهار وكنقوموا بالصحة ديالنا وبالنعيم ديالنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قام في النهار وعنده سقى فوق راسه وقوت يومه وفي صحته كأنما جات له الدنيا وما فيها قدامه. وفي شي ناس سبحان الله ابتلاهم الله وما عندهمش، وكنحاولوا نساعدوا الجميع ونوفروا للناس اللي نقدروا على قد الاستطاعه ديالنا. وهذا هو اكبر فايت، لان ماشي هي الفايت ان كل نهار تقوم ولا تمشي تترانا ولا تمشي تدابز الكمباره. اكبر كمبه هي مع النفس ديالك، دير الخير، تكون دائما انسان محسن والله في كل فترات. هذا والله فتره كيدوز الله علينا بلاء، لان والله الله عز وجل قالها وحنا عارفينها ان كندوزوا مراحل في الدنيا، راه انك كادح الى ربك فملاقيه، هذه هي الدنيا. وهذا هو اكبر فايت، ماشي باش تطلع تمشي تدابز 15 دقيقه ولا هذاك. شوف سبحان الله سيدي ربي، تكون واحد النهار تدابز تقاس في التدريب ما تقدرش تدابز، شنو ديك الساعه دير؟ يعني الحياه ديالك ما خصكش تكون دائما توجهها في ديك الشيء وتقول صافي دابا ما نقدرش ندير الكومبا، ما هندير والو في الحياه ديالي. هذا هو اكبر فايت. ومهما كتشوف المعاناه الناس وكتشوف هذاك، هي الحاجه الوحيده اللي كتقدر تفرحهم وتساعدهم، هذاك هو اكبر حاجه. وكنادوا الجميع يديروا هذا الخير ان شاء الله. وهذا هما كي كل شيء والله الا كيفرحوا وساعدونا من الايام الاولى وهزوا معانا ودرنا بزاف د الاشياء، وهما كيحبوا كيديروا لوجه الله، وهذه علاش حنا فرحانين كنكونوا قدوه صالحه للجميع. وما كما كيجمعونا الناس وكيمشيو معنا في هذا المسار، والله كتكون فرحه. على خير تكون في الخير، وهذه الحمد لله في الخير الحمد لله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.